نادي قناة إكسترا نيوز، أهلا بحضراتكم. دار الأوبرا المصرية واحدة من أهم المعالم الثقافية في الشرق الأوسط، ملفات عديدة سنتطرق إليها مع ضيفي العزيز دكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية. دكتور أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. أهلا. دعنا نبدأ الحديث فورا عن أنشطة الأوبرا المصرية، أكيد متنوعة يعني بتقدمها لكثير ومختلف الفئات من الجمهور. ما هي أهم الأنشطة التي تقوم بها دار الأوبرا المصرية؟ دار الأوبرا المصرية فيها يعني 14 فرقة، فيها مركز تنمية مواهب بتقدم الأوبرا والباليه والموسيقى الكلاسيكية والموسيقى العربية والغناء العربي، وبتقدم الغناء الديني والغناء الصوفي، بنقدم الموسيقى الجاز، موسيقى الحديثة المعاصرة، تقريبا جميع أنواع الفنون الحركية والفنون الموسيقية. جميل جدا. طيب أكيد المسرح الكبير كان ليه العديد من الأحداث الفنية والتاريخية الذي شهدها منذ إنشاؤه وافتتاحه في عام 1988. أبرز الحفلات والمناسبات وأيضا النجوم اللي قدموا عليه هذه الحفلات. دار الأوبرا المصرية بتفتخر بأن خلال 30 سنة اللي فاتوا وال 31 سنة السنة الزيادة دهيت، أن اتقدم عليها أشهر نجوم في العالم كله في مجالات الفنون المختلفة. يعني احنا تقدم عندنا في دار الأوبرا المصرية جميع يعني فرق كبيرة جدا جدا، زي البولشوي، زي الفرقة الملكية الإنجليزية، جي نجوم من نجوم الباليه مثلا المميزين جدا زي رودف نورييف قدم في مصر، خوليو بوكا من الأرجنتين، موريس بيجار. ده بالنسبة للبلي. أما بالنسبة للموسيقى تقريبا احنا عندنا الأوركستر بيدعو كل شهر إما أبرز العازفين في العالم، إما أبرز القادة المايستروهات اللي موجودين في العالم، بيقدموا أعمالهم يعني بيتعاونوا مع أوركسترا القاهرة سيمفوني. عندنا برضك في الغناء الأوبرالي إحنا تقريبا بنستضيف في السنة أكتر من مغني من المغنيين التنورات الشهرين اللي في العالم. عندنا أكبر مغنيين الغناء العربي بشكل عام قدموا على مسرح الأوبرا، كان آخرهم لو حضرتك عارفة طبعا مهرجان الموسيقى العربية اللي فات اللي اتقدم فيه واتقدمت فيه الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، وطبعا وصابر الرباعي، وفنانين الكبار الموجودين في مصر زي الفنان هاني شاكر، الفنان علي الحجار، الفنان مدحت صالح، أنغام، نجوم كبيرة جدا بيجوا طبعا على خشب الدار الأوبرا المصرية، مش بس في مجالات الغناء والموسيقى والباليه، لا كمان في مجالات التمثيل بشكل عام. يعني تقدم عندنا عدة مسرحيات وعدة فعاليات، واحنا كدار أوبرا استضفنا في بعض المناسبات نجوم من النجوم الكبار اللي كانوا بيشاركوا مع في أعمال الأوبرا، زي مثلا فنانة الكبيرة سميحة أيوب، فنانين كتيرة جدا، المرحوم أحمد راتب، فنانين كتير جدا كانوا بيجوا يقدموا بعض الأعمال في عروض من عروض الأوبرا. لو كلمنا عن الأنشطة للأوبرا المصرية أكيد بيبقى فيه قبل كل عام بيبقى فيه خطة موضوعة من إدارة ورئاسة الأوبرا، بناء على إيه بيتم وضع هذه الخطة؟ وبالأخص يعني لو احنا يعني تحدثنا عن عام 2019 هو عام مميز لترأس مصر للاتحاد الأفريقي، كيف يعني راعيتم هذه الخطوة الهامة وبادرتم بربما توقيع تم توقيع أي بروتوكول تعاون للتبادل الثقافي ما بين دول الاتحاد الأفريقي وبين مصر ونشر الثقافات المختلفة؟ هو 2019 كان بيحظى بحاجتين مهمين بالنسبة لدار الأوبرا المصرية. أولا زي ما حضرتك قلتي عام مصر أفريقيا، وده طبعا احنا مراعيين جدا ان يبقى عندنا فرق من افريقيا. يعني في عندنا في مهرجان دمنهور هيبقى في بعض الفرق من افريقيا، عندنا في السهرات الرمضانيه في فرق من افريقيا تبقى موجوده فيه، عندنا في مهرجان القلعه في فرق من افريقيا، وتم التعاقد معاهم بشكل من خلال العلاقات الثقافيه الخارجيه او من خلال التعاقد الفردي. كمان كان عام 2019 في حاجه تانية مش بس عام مصر افريقيا، وكان في عام مصر فرنسا، واللي بداناه بجلب بعض الفنانين الكبار من أوبرا باريس، وتعاون كان بيننا وبينهم وعمل عروض هائلة في الأوبرا وفي تبادل بيننا وبينهم. طبعا زي ما حضرتك قلت البرنامج احنا بنعده قبلها بسنة،
يعني احنا يعني في الايام ديت بنبتدي يعني ايه تقريبا بنخلص البرنامج اللي هيبقى 2019 2020. بيراعى في البرنامج ان يبقى فيه تنوع كبير للاذواق لكافه اذواق الجمهور. عندنا فرق رئيسيه بتاعت الاوبرا، الفرق الرئيسيه كل فرقه ليها برنامج سنه وبتقدمه قبلها بسنه، بيراعى فيه ان يبقى ما فيش تكرار فيه بشكل كبير، ما بيبقاش فيه تكرار، بيراعى فيه ان يبقى فيه دايما حاجات جديده، اعمال جديده، انتاج جديد. زائد ان احنا بندعم تقريبا اكتر من 250 حفله للفرق الحره بشكل خاص، يعني مثلا فرق الغناء الحره، الفرق الشبابيه، فرق الموسيقى الغربيه، فرق الموسيقى العربيه الحره اللي احنا كدار اوبرا يعني ما بنديهاش راتب شهري، يعني اللي بتيجي تعمل حفله وتمشي. بندعم اكتر من 250 حفله، ودول بيتحطوا بردك في البرنامج السنوي. يعني ممكن حضرتك لو عايز تتفرجي على فرقه من اي فرق من الفرق الشبابيه ديت، لو بصيتي في البرنامج السنوي بتاعتنا تعرفي ان هي مثلا بتقدم في شهر ابريل او شهر مايو او شهر يوليو حسب الوقت اللي هي واخداه. زائد ان احنا كمان عندنا حاجه، ان احنا السنه اللي فاتت 2019 ديت او البرنامج الموسم الموجود حاليا، تعاوننا مع اكتر من 22 بلد اجنبيه، جلبوا لينا فنانين من البلاد دهيت، جابوا مغنيين مميزين جدا، عازفين مميزين جدا. اهم البلدان اللي حضراتكم تعاملتوا، احنا تعاوننا مع بلدان كتيره جدا. طبعا اهم البلدان بالنسبه لينا بشكل عام السنه 2019 كان في حاجه مميزه جدا، ان امريكا الجنوبيه كان في فرق كتيره جدا جت منها، يعني تعاوننا مع المكسيك وفنزويلا وبنما، تعاوننا مع فرنسا، المانيا، روسيا، اتعاوننا مع اليابان والصين وكوريا الجنوبيه، اتعاوننا مع الهند، بلاد كتيره جدا جدا اتعاوننا معاها، يعني مش واسبانيا، تقريبا بنتعاون مع كل دول العالم، اتعاوننا مع الولايات المتحده الامريكيه. كل البلاد ده هي تقريبا بتقدم عروضها خلال الموسم بردك من ضمن الحفلات اللي بتبقى موجوده في البرنامج. يعني دكتور مجدي، ده خليني اسال حضرتك، يعني برنامج الاوبرا المصريه فقط بينفذ داخل اروقه الاوبرا المصريه، ولا بيبقى فيه يعني تجول داخل مختلف المحافظات ونشر هذه الثقافات المختلفه والمتعدده؟ احنا طبعا عندنا في دار الاوبرا هنا داخل دار الاوبرا ثلاث مسارح، لكن عندنا اربع مسارح هيتباعوا لدار الاوبرا خارج الاوبرا، منهم مسرح الجمهوريه ومسرح الموسيقى العربيه دولت في القاهره، ومسرح اوبرا اسكندريه في اسكندريه، ومسرح اوبرا دمنهور في دمنهور، ودول كلهم بيتقدم عليهم البرنامج بتاعنا. بس كمان زي ما حضرتك قلتي، كان السنه 2019 كان فيها حاجه مميزه جدا، ان كلفنا من قبل معالي الوزيره بان احنا نقدم عروض في دول في محافظات اخرى. رحنا قدمنا في المنيا عروض، عرض غنائي موسيقي، رحنا قدمنا في اسيوط عرض موسيقى عربيه كان اكتر من رائع، في طنطا قدمنا في الاسماعيليه تقريبا، يعني بنحاول قد ما نقدر ان احنا نخرج بره القاهره كمان. بيبقى الفتره محدده يعني بالتساوي وبالتزامن مع بعض في نفس التوقيت، ولا كل محافظه بتبقى ليها وقت مخصص لها؟ لا، هو يعني حسب المناسبه اللي بنروحها، او حسب ما المحافظه، او حسب ما بيجي لنا تعليمات بنروح. لكن ما عندناش لسه، علشان نبقى صراحه، ما عندناش جدول زمني او جدول محدد لكل محافظه او كل مدينه، ما عندناش لسه. اثناء وضع البرنامج يا دكتور، بيبقى في مثلا خطه او رؤيه واضحه في الفئات المستهدفه وفئه الجمهور المستهدفه؟ بالظبط كده. هو طبعا في بيبقى معمول حساب الفئات، مختلف فئات العمر بشكل عام. بنقدم يعني لكل فئه تقريبا عروض كتيره جدا. الشباب يلاقوا حظهم كبير جدا هنا في الاوبرا، لان الملاحظ في خلال الفتره الاخيره او السنه الاخيره دهيت ان الجمهور الاكثر حضورا هو الشباب في كافه العروض. يعني مش هقول لحضرتك ان لا، ده في الموسيقى العربيه او في الباليه او في الغنى او الاوركسترا، في كافه العروض لما حضرتك تيجي تشوفي تلاقي نسبه الشباب بقت كبيره جدا. حتى الاطفال، احنا عندنا طبعا مركز تنميه مواهب، بيتقدم تقريبا في مركز تنميه المواهب في كل شهر عده حفلات، من اربع لخمس حفلات في مختلف المسارح بتاعت اللي بتخضع لدار الاوبرا المصريه، لتقديم المواهب بتاعت دار الاوبرا ولتقديم مواهب تنميه المواهب. الحفلات دي بتبقى بتلاقي رواج كبير جدا من ناحيه الاطفال، من ناحيه الاسر بشكل عام، وبنسميها ساعات حفلات اسريه، يعني حفلات بيبقى فيها العيله كلها موجوده. في حاجه مهمه جدا،
العروض بتاعت دار الاوبرا في المسارح بشكل عام او بخاصه في المسرح الصغير ومسرح موسيقى عربيه ومسرح المكشوف خاصه بجميع الفئات وجميع الثقافات. يعني احنا عندنا بعض العروض اللي بتتقدم ممكن حضرتك تلاقي فيها شباب ومتوسطين العمر وكبار في السن، وممكن تلاقي فيها دكاترة ومهندسين وناس بسطاء وموظفين كل الأعمار وكل الأشكال، تلاقي فيها مسلمين ومسيحيين قاعدين جنب بعض. عروضنا كلها تقريبا لكافة الأعمار وكافة الأذواق. يعني هو مدى، يعني من وجهة نظر حضرتك، مدى وعي الشعب بقيمة الفن يعني المفروض ان الأوبرا بتقدمه؟ انا شخصيا شايف ان الجمهور عنده وعي كبير جدا جدا، بدليل ان احنا معظم حفلات دار الاوبرا دلوقتي ارش كومبليت او كامله العدد. معظم الحفلات، مش هقول كل الحفلات، بس معظم الحفلات كامله العدد. حفلات المسرح الكبير تقريبا كلها كامله العدد، حفلات المسرح المكشوف كامله العدد، حفلات المسرح الصغير كامله العدد، معهد الموسيقى العربيه كامل العدد. يعني حضرتك ده انا مش بقوله، ده بالتذاكر بالحجوزات. يعني هدي حضرتك مثال، احنا عندنا مثلا بعض العروض في المسرح الكبير بيخش على الاونلاين اكتر من 70,000 واحد علشان يحضروا الحفله، واللي بيتاخد منهم بس 1000 تذكره. فده معناه ان الـ يعني بردك تجربه الاونلاين عملت ثراء في الجمهور، وعملت تغيير في شكل في وجوه الجمهور نفسه. يعني مدى نجاح هذا الاسلوب الجديد وهو الحجز الالكتروني؟ انا من وجهه نظري الشخصيه ناجح جدا جدا جدا، بعض وجود يعني مع وجود بعض المشاكل البسيطه اللي بتتحل من خلالنا ومن خلال الشركه المتعاونه معانا، ان ابتدى يتحل. يعني وتقريبا السنه دي ما كانش فيه مشاكل غير يعني حاجه بسيطه، حاجه فرديه، لكن بشكل عام هي تجربه ناجحه وتجربه مميزه جدا جدا جدا، ورفعت تقريبا جمهور دار الاوبرا المصريه، مش بس في حفلات الموسيقى العربيه او بس في حفلات عمر خيرت، لا، في جميع الحفلات. بقى جميع الحفلات بقت تقريبا في جمهور كويس، جمهور لا باس به. يعني انا عندي معلومه ان البرنامج الصيفي اللي بتقدمه الاوبرا حوالي 50 حفله فنيه وثقافيه، لو حضرتك تصلح لي المعلومه دي لو هي خطا. يعني ابرز التحديات والصعوبات اللي واجهت حضراتكم اثناء تنفيذ هذا البرنامج؟ هو طبعا بيبقى اصعب حاجه اختيار النجوم او اختيار الفرق اللي تعمل نوع من التوازن لكل فئه هتتفرج، او اللي هي ترضي جميع اذواق الجمهور. ده بيبقى الصعب الاول، لكن في تنفيذ الحاجات دي احنا في الاوبرا يعني الحمد لله عندنا فريق عمل مميز جدا جدا، سواء في النواحي الفنيه، سواء في النواحي الصوت، الاضاءه، الديكور، الحاجات دي كلها بتبقى بالنسبه لنا بسيطه لان الفريق العمل موجود مميز جدا فيها. لكن هو اختيار النجوم، اختيار الفرق، ده بيبقى صعب، لان انت عايزه ترضي جميع الاذواق، فعايزه الفرقه اللي هتقدم اغاني عاطفيه، الفرقه اللي هتقدم اغاني وطنيه، الفرقه اللي هتقدم غنى عربي، فرقه تقدم غنى اجنبي، حد يقدم انشاد ديني، حد يقدم صوفي، حد يقدم اوبرا، حد يقدم موسيقى بس. كل دوت بيبقى برضك بيتاخد في الحسبان في اثناء اقامه حفلات المهرجانات الصيفيه. زائد ان احنا في المهرجانات الصيفيه احنا عندنا اكتر من 50 حفله، بس يعني انا مش عارف الرقم لان بيتغير من سنه لاخرى، لان ساعات مثلا بنعمل 16 حفله في وقت، وبعدين نعمل 20 في مكان اخر، وفي 15 في حته ثانيه في وقت ثاني، فبنوزع ما بين القاهره واسكندريه ودمنهور الحفلات دي. احنا بمناسبه الحفلات احنا عندنا في البرنامج اللي هو 19 20 ده او البرنامج الحالي عندنا 1050 حفله. 1050 حفله ده يعني عدد كبير جدا جدا من الحفلات على مختلف المسارح، ولا هنا على مختلف المسارح؟ على مختلف المسارح، بس طبعا النسبه الكبيره جدا فيها هي داخل ثلاث المسارح بتوع الاوبرا الكبار ومعهد موسيقى عربيه. ده ممكن يكون ليه ظروف ثانيه خالص، بس بشكل عام 1050 ده كبير جدا. السنه اللي فاتت كانت 950 حفله، السنه دي 1050 حفله، يعني معناها ان احنا تدريجيا بنزيد، يعني الحمد لله. الحمد لله. طيب عايزين نتكلم عن متحف الاوبرا المصريه، يعني هو بيجسد تاريخ وحضاره مصريه. حضرتك مدى
إتاحة هذا المتحف للجمهور، وهل في إقبال ووعي للجمهور عن هذا المتحف؟ إحنا عندنا متحف الكبير اللي موجود في دار الأوبرا هنا أهوت، وعندنا متحف محمد عبد الوهاب اللي موجود في معهد الموسيقى العربية. المتحفين أنا بصراحة يعني من وجهة نظري الشخصية متحفين رائعين رائعين ده بجد يعني، والاثنين متاحين، اثنين متاحين أي حد بيحب يجي يتفرج، بأي ضيف من ضيوف الأوبرا اللي بيجي يتفرج على حفلات الأوبرا أو أي واحد دافع تذكرة ودخل الأوبرا عشان يتفرج، المتحف مفتوح بتاع الأوبرا. متحف الأوبرا دوت يعني فعلا هو في حاجات تاريخية وآثار يعني مش هنعرف نعوضها. أولا هو المتحف بينقسم لقسمين أو ثلاث أقسام، قسم فيهم للأوبرا القديمة اللي اتحرقت في 71 سنة 71، وفي نص المتحف الثاني لمقتنيات الأوبرا الحديثة دهيت، وفي جزء من المتحف كبير للفنانة يعني لأم كلثوم. فطبعا الثلاث متاحف أجمل من بعض، يعني حضرتك لو دخلتي وكده وخدتي فيهم بعض اللقطات هتلاقي برامج من بقالها مثلا 100 سنة، صور بقالها أكتر من 100 سنة، هتلاقي صور زعماء كانوا موجودين سواء في الأوبرا القديمة أو الأوبرا الجديدة، هتلاقي نجوم سواء نجوم تمثيل أو نجوم غناء أو نجوم في الموسيقى موجودين صورهم، هتلاقي البرامج بتاعة الحفلات نفسها، هتلاقي من أيام الملك في برامج حاجة يعني أنا كل الأوقات طوال السنة طوال السنة مفتوح طول لحد يعني ما بيتمش إغلاقه غير بعد انتهاء العرض يعني. وانا بشوف في اثناء العروض بشوف في ضيوف كتير جدا بييجوا يخشوا لوحدهم يتفرجوا ويتصوروا ويشوفوا جمال المتحف وجمال مثلا الملابس بتاعت العروض الاوبرا، مثلا ملابس عروض الفنانين صور الفنانين. في فنانين طبعا احنا كنا واحنا صغيرين نسمع عنهم بنشوفهم جوه في المتحف، بس لان طبعا ما فيش صور ليهم غير في المتحف عندنا، زائد ان بقى متحف محمد عبد الوهاب في معهد موسيقى عربيه ده تحفة فنية، المسرح بالمتحف لوحديهم تحفة فنية يعني حاجة روعة روعة بجد يعني. جميل. طيب سؤال لحضرتك، كيف يتم تمويل حفلات دار الأوبرا المصرية؟ احنا طبعا الدولة هي اللي بتدعم الحفلات، واحنا كدار أوبرا مصرية بنحاول دلوقتي ان احنا نعمل نظام الداعمين، يعني احنا ممكن في بعض الاوقات بيبقى في حد بيدعم، بس اللي بيدعم ده بيدعم بحاجات صغيره جدا، لكن هي طبعا الحكومه المصريه ووزاره الماليه هي اللي بتدعم الفنانين وبتدعم دار الاوبرا المصريه. وبصراحه يعني بقى لنا سنتين ما عندناش اي مشاكل في الناحيه ديت، بس احنا بنتمنى ان يبقى في داعمين من خارج الاوبرا علشان نقدر نعمل عروض اكبر، لان احنا عندنا بعض المهرجانات زي مهرجان الموسيقى العربيه محتاج تمويل كتير جدا، وان شاء الله يبقى في دعم للمهرجانات ده ان شاء الله. يعني اذا توفر التمويل تطلعات حضراتكم هيكون ايه؟ يعني انا تطلعاتي مثلا في المهرجانات ان احنا نجيب اكبر النجوم في الغناء، مثلا نجيب اكبر الفرق من اوروبا ومن امريكا ومن اسيا، نجيب اكبر الفرق، لكن احنا عندنا مشكله في الفرق الاجنبيه ان احنا ما بنجيبش غير الفرق اللي تتناسب مع ميزانيتنا، لكن انا نفسي نجيب زي زمان ما كانوا بيجيبوا البولشوي، نجيب نيويورك سيتي، نجيب هارلم، نجيب فرق من الفرق الكبيره، نجيب مغنيين من المشاهير جدا، نعمل حفلات يجي فيها اكبر العازفين، لكن احنا ميزانيتنا ساعات بتبقى مش متوفره ان احنا نقدر نجيب النجوم دي، لكن مع داعمين نقدر نجيبهم طبعا. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصريه، شكرا جزيلا على هذا اللقاء الخاص. شكرا لحضرتك جدا وسعدت جدا باللقاء، وكل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب. مشاهدينا الكرام، كان هذا لقاءنا مع الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصريه، وكانت هذه اطلاله سريعه من اهم المعالم الثقافيه بدار الاوبرا المصريه في الشرق الاوسط. شكرا جزيلا على طيب المتابعه، ودمتم في امان الله.